أكد دكتور عبد الله السادة القائم بأعمال إدارة الاتصالات التسويقية بهيئة صندوق العمل تمكين على أن الهيئة تعمل على توفير مختلف الفرص للشباب الجامعي لكسب المعرفة والابتكار في مجال البرمجة وتقنية المعلومات عن طريق اكتساب المهارات اللازمة. احنا في تمكين هدفنا الأساسي اللي هو دعم المواطن البحريني ودعم المؤسسات والمواطن بالمهارات اللي يكتسبها خلينا نقول حتى المسابقات اللي يدخلها، هذا شيء بسيط ليصقل مهاراته ويتقدم ويبين هو ايش يقدر يسوي. واحنا كل دعمنا بحيث المواطن البحريني يا اما يدخل سوق العمل ويرتقي في سوق العمل او انه يفتح له خلينا نقول عمل يكبر وينمو وينمي الاقتصاد الوطني.